السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده من لعبه فري فاير. قبل ان نبدا بالفيديو لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد وكتابه تعليق جميل. وخليكم ويا الفيديو يا شباب. احب اشكركم على الدعم الاسطوري، والله ابطال المقاطع القصيره قاعد توصل لالاف المشاهدات، 1000 و2900 واللايكات ابطال 1100 مقطع وصل 114 لايك، والمقاطع القصيره ايضا عليها دعم اسطوري. شكرا على هذا الدعم، واتمنى تستمرون وياي وان شاء الله استمر وياكم. بقالنا فقط 5 مشتركين وندخل 500 مشترك يا ابطال، ويظل لنا فقط 500 مشترك ونوصل للالف ان شاء الله بعون الله بدعمكم المستمر. بعد شغله يا شباب احب انوه عليكم، هاي رابطتنا اسمها اعلى ليفل، هذا الاسم تقدر تنسخه او تنقله، ومعرف الرابطه هذا تقدر تنقله، وبها 15 شخص. بعد نقدر ناخذ 10 اشخاص، وقربنا من ليفل 3. ويا شباب اتمنى الجميع يجيني لهاي الرابطه لان محتاج ناس اقوياء. بعد شغله الشروط الدخول الى الرابطه، هاي الشروط اتمنى تقدر تاخذ لها صوره او تشوفها، مستوى 50 والكلاس كود باترول بطولي، وهاي هي. وبعد شغله لازم تحط الشعار الكلان مثل ما هذا تشوفونه، مثل ابسط مثال هذا كي ار باسمك، وتقدر تدخل للكلان او الرابطه. هسه يا شباب خلينا ندخل بالفيديو. فكره المقطع للفيديو، اسف اذا طولت عليكم. فكره المقطع للفيديو طبعا قارينا بهاي الاوقات ضبطتنا التضبيط بالاحداث، قاعد تنزل احداث خاصه مفيده للناس اللي ما تشحن، يعني قاعد تدعم اللاعبين اللي ما يشحنون. نروح للاحداث، وايضا للاحداث نجي فريق تايسون. هنا يا شباب عندك مهام، العب 45 دقائق في كلاس كود مصنف تحصل نقطتين، اقتل بكاتانا واحد بكلاس سكواد مصنف شخص واحد حصل 3 نقاط، اقتل 5 من كلاس سكواد، يعني بتنزل كلاس سكواد اقتل لك اي 5 لاعبين، العب مع صديقك كلاس سكواد مصنف وضرر القنبلة 300 في كلاس سكواد مصنف. حصلت هاي توكن، هسه تجي للتوكن هاي شو تسوي بها؟ تجي لهنا الى الاستبدال، تجي عندك هاي الاشياء، هذا عندك بنر وهذا بنر، عندك هاي سكن القنبلة هذا قديم ونازل باحداث قديمة. انا اتذكر وكنت بهذا من نزلت هاي القنبله انا موجود بوقتها ومحصلها. هاي الطابة ايضا، واجمل شيء وهذا سكين البيت. يعني يا شباب ان شاء الله اعتقد راح اصور لكم فيديو من اشتري، بس يا شباب الشعر شوي احس حلو. المهم يا شباب البيت ما بي شيء جميل احسن من لا شيء. نجي الى الشيء الثاني، هو فريق سونيا. هنا ايضا مهام ساعد صديقك مرتين، وهاي المهام وين؟ بالباتل رويال. اما هاي المهام بكلاس سكواد، هنا ساعد صديقك 2 مرات باتل رويال، العب 45 دقيقة في الباتل رويال، العب مع صديقك ايضا واحد باتل رويال، واحيي صديقك والعب كسونيا يعني بشخصية سونيا في الباتل رويال، وسجل الدخول. مهام سهلة. هنا تجي عندك ايضا بانر وهاي القنبلة، هاي ايضا من تلزمها، وهاي الكودة تطورها موجودة طبعا انا عندي من نازلة باحداث، وهاي ايضا شعار هم تقدر تحصله. هنا يا شباب خلصنا؟ لا اكيد ما خلصنا، بعد اكو اشياء. تجي هنا للابادة عندك 16 يوم. هنا تجي يا شباب شوي يعني خاف تشوفونها هواي شغلات، بس شوي الانترنت يحمل شوي يا شباب تانونا، ولو يعني تشوفونها هواي شغلات وهاي بس ثواني يا شباب، يعني دقم هواي لا تصير هوسه، ولهاي شرح كلش سهل وما بي اي شيء. نجي على اليسار فوق عندنا مكافأة تسجيل الدخول، لازم نسجل الدخول بين هذا الوقت وهذا الوقت تحصل هاي السكن كلش جميل، للسكين كلش جميل. نجي هنا العب الكلاسيكية، هذا مود نازل الابادة الكلاسيكية اللي يحب ينزله عادي خليه ينزله. هسه يا شباب بس يحمل حمل نرجع وياكم. نجي لهنا جوا يمين العفو يسار، مهام يومية تحصل سكن اوم مجاني، وزائد هاي العملات. هاي العملات شنو فائدتها؟ تجي زين شلون اكو طريقة ثانية غير مهام يومية؟ اكيد تقدر تدوس هنا تنزل باترول كلاس كواد ذئب وحيد والمهام. من تحصلها راح تجي تدوس كلمة ادخل، فتدخل فالدور شلون تعطيك كمية من النقاط، هاي النقاط وين تروح؟ راح تروح على هذا الشريط اللي هنا، هذا يا شباب بس انا قاعد اشرحكم حلو برنامج التصوير. فتجي لهنا عندك اول صندوق تحصل بيه هذا السكن استعمال ثالث، وايضا فلوس. هنا عندك سكن الصقر يا شباب، تقريبا هذا اقوى سكن صقر انا شفته، كلش جميل
يعني الالوان والتاثيرات كلش حلوه. هنا شباب عندنا الشعار ايضا سكن السنايبر، هنا شباب عندنا البيك. يعني يا شباب ما احس كلش جميل، اعتقد الحذاء شوية جميله والشعار فقط. بعدين هنا وايضا سكن السنايبر، هنا عندك المهام تاخذها. يا شباب تقريبا اني شرحت لكم كل الحدث، ما بقى اي شيء. وهنا للناس اللي تشحن نازل حدث اعتقد خاص به هذا الحدث، اعتقد هذا السكن يعني ذاك الاسود بعد ما نازل ونزل هذا للناس تشحن، يعني الناس تشحن بعد تعرف اي شيء ماكو داعي نشرح لها. هي تجي تصرف جواهر وهاي الجوائز الاضافيه. يا شباب شرحت لكم كل شيء، لا تنسون الرابط اتمنى تجيني ناس، راح اقبل كل الناس اللي تجي. هاي الشروط بشكل اخرى، وارجع واكرر شكرا على الدعم المستمر. وهنا يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات تصلكم كل ما هو جديد وكتابه تعليق جميل. مع السلامه، دمتم سالمين.